المقابلة تكون إن شاء الله، نتمنى من الله تكون مقابلة مزيانة، ما يكونش فيها شي حوايج مثلا نحملوهمش حنا بعدا كجمهور مغربي وتنتفرجوا في الكرة. ونتمنى يكون شي تحكيم نزيه، حيت راه غادي يكون واحد شويه ديال التخربيق او التالي، هذه راه معروفه. ونتمنى انتصار للرجاء البيضاوي، والله يهدي هاد الناس ما يبقاوش يخربقوا، راه عينا معاهم الفساد 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 وباقيين زايدين فيه، راه حرام اصاحبي، والله الا حرام عليكم. خلوا كره تمشي نزيهه والناس يتفرجوا، او ديها نسكتوا احسن ما نبقاو نعطيوكم عاوتاني العصير ديال المعقول. اللهم نسكتوا بطوله رساله العام الجاي، نشوفوا واش غادي يكون ان شاء الله بحول الله. ونتمنى انتصار الرجاء العالمي. بطبيعه غير ربح الجراد. شحال درت توقع مباراه الصراحه؟ 3-0. اللعب هو يديروا اللي عليهم، وحنا الجمهور حتى حنا كنواعدهم غنديروا اللي علينا. ومن الرئيس ساول ان شاء الله العام الجاي غتكون راجحك. لا هذوك ماشي جماهير الرجاوي اللي تنوض صداع، اللي كينوض صداع الرجاوي كيف ماشي نقولوا رجاوي كبير، ما كينوض صداع في التيران، ما كيبغيش الضرر الفرق شو. ميساج اللاعب لا نقول نلعبوا عليه وغنجيبوه ان شاء الله. ماتش غدا ديال الراس ان شاء الله نربحوا، نضربوا الماتش كيف معروف راه البطوله غتبقى ملعوبه حتى لاخر جوله. كيف لا خسرات غدا الوداد ان شاء الله البطوله ان شاء الله تقدر انك ترجع لك بواحد النسبه كبيره انك غدا تقدر تربح البطوله. بالنسبه للجماهير راه غدا اخر تيران، اخر مره ندخلوا للتيران وخا باقي الدير بدير كاس لارس، غدا ان شاء الله نخلقوا الحدث كيف داير. الرئيس بدراوي كنتمناو يكون مع كاع داك الشيء اللي كنا كنتمناو مع الرؤساء الاخرين، نتمناو انتدابات يكونوا في المستوى، مدرب كذلك في المستوى. هذاك الرئيس ويكون هذاك الرئيس هو اللي بغينا حنا، هذاك هو الرئيس بصح ديال الرجاء اللي باغي الرجاء وباغي المصلحه ديال الرجاء. خليني غير المشكله، خليني غير يبدا يجيب لك حقا كيف ماشي يقول لك راه راسو حقا وشوف تي في وهذه وهذه وهذه. دابا شنو الذي عيط شي يديروا، ولكن هذاك هو الرئيس باغي، حيت هو ما يبقاش داوي بزاف، كاين شي حاجه غيطبق لينا حنا الجمهور. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.